إذن كانت هذه التصريحات ما بعد المباراة، وتفاؤل كبير ومشروع لطارق ثابت في علاقة بمباراة العودة أمام الوداد. شو المطلوب اليوم من ممثل الكرة التونسية سمير قبل مباراة حاسمة ومصيرية؟ وقبل كل شيء في سعادة باش نحطوا الماتش في الإطار نتاعو. الماتش هذا جاء بعد سلسلة من المباريات في توقيت قياسي وبأصفار طيران وكذا وتعب، دونك حتى على مستوى اختيار التشكيلة واختيار الخط تعتمد على الحالة البدنية والذهنية للملاعبين، لازم ناخذوها بعين الاعتبار. ثم يقول لك إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، ثم يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. الغاية متاعي هو التأهل، الوسيلة حاجة نعتمد عليها كمدرب على حسب الحالة اللي موجودين فيها. طارق ثابت في ماتش مازيمبي في مازيمبي لعب تقريبا بنفس وسط الميدان، زدام بركة دخل في بقعة أكبونو وبنفس التفكير، هي غلق المساحات. ما نجحش برشا في مازيمبي لكن نجح مع الوداد صراحة، لأنه قوة الوداد تختلف وطريقة لعبه تختلف على مازيمبي اختلاف تام. أمين قال جبران والتمرير نقطة القوة. بعد ما يخو جبران وليزاكسيون لي باس اللي حكيت عليهم تاك 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 تاك، ومن بعد قاعد يعمل في الكونتور نومبر دو باس. من بعد وين مش تمشي؟ مش تمشي على لي كولوار اليمين واليسار. أنا يقول لك طارق ثابت، أنا صراحة على المستوى التكتيكي عجبني برشا طارق ثابت الماتش هذا. خذ يا جبران أنت الكرة، ليزاكسيون خذ الكرة، الكرة مش تجيني على اليمين وعلى اليسار. دونك طاحت على اليسار باش نلقى غشه، باش نلقى بوشنيبه، باش نلقى اغبونو. طاحت على اليمين باش نلقى بوقره، باش نلقى سيلي، وباش نلقى وهابي. هاني سكرتين دخلت دولاكس للتريو باش يكونوا موجودين في الميتير. هذاك علاش الوداد خذا نومبر دو باس صحيح، ولكن ما قاش الحلول في نقطه القوه نتاعو الاساسيه هي لي بينيتراسيون على اليمين وعلى اليسار. اما انت كي تبدا تعمل في الديستريبيسيون دو باس راه قاعد تجري في جره الكره. هذا انا حبيت تاخذ عدد الكيلومترات اللي قطعوه مجموعه اسبيرونس. انا باش نعطيك مثال الماتش اللي فات. نحكي لك الماتش هذا. نحكي لك باش تعرف في الدوما في نفس المويان. الماتش اللي فات فما اربع ملاعبيه بين 11 و 12 كيلومتر ونص. اللي هو اكثر واحد ماتش الوداد. ماتش الوداد. لا نحكي لك في الماتش اللي قبله. قوش. لا الماتش اللي قبله في تونس سي نورمال. انا نعرف اما الماتش هذايا تعرف شكون اكثر زوز جراو ما تكسرش راسك. الماتش هذا بوقره وغشة وغشة وتقى وأقبله بتعليمات المدرب العودة إلى الوراء. لكن كانت تخولي عدد الكيلومترات اللي قعدتها الوداد اللي قطعوها من لعبات الوداد أقل بمجهودات إضافية. أنا كمدرب راهو الطريقة الدفاعية نعطيك الكرة وسي مشكل متاع بلاسمون روبلاسمون. مانيش مضطر انا باش نعمل 20 متر و40 متر، لا 4 متر ومنا 3 متر ومنا القدام التالي ونقعدوا جوجير. الماتش نتاعي هذيك ليكسبيريونس نتاع مدرب يعرف نقاط قوه المنافس. لا ما يسالش معك لا معك في هذا معك. خليني وراني قاعد نستنى فيك. شنو مشكلتي انا؟ خذ الكوره والعب عيش على روحك. تدخل لي للمنطقه نتاعي ممنوع. نقطة الأولى، النقطة الثانية وقلتها وقالوها الأولاد، التسديد من بعيد. لانه ما قاش الحلول على الكولوار لوح الكره القدام، ما قاش الحلول لزاكسيون تاع الاسبيرونس واقفين مليح، فبالتالي ولا يسدد من بعيد. وانت ايش قلت؟ قلت بدون دقه. بدون دقه سي نورمال كي ما نلقاش لي سوليسيون نلقى روحي في انطلاقا من كل هذه المعطيات. سمير كيفاش تشوف مباراه العوده وشو المطلوب من الترجي؟ المطلوب من الترجي التونسي اولا الساعه باش يغير من خطه اللعبه نتاعو بطبيعه الحال. مش يكون ساسي موجود، مش يكون بن علي موجود. المشكل ربما عند بوقره وغشه الحاله البدنيه اللي مش يكونوا فيها. هذا كله لازم ناخذوه بعين الاعتبار. النقطه الثانيه الاساسيه هنا مش نرجع لامين، هنا جبران ماهوش باش يلعب، لازم فيرادز ما يلعبش لانه هو اللي قاعد يسربي في اللعب ويعطي فهم في لي سوليسيون. وقتها باش نحط معاه ساسي ولا نحط معاه تقا ولا غيره، هذاك ما يلعبش. الاختر نتاع جبران والرولونس اللي من برا باش تكون فيرادز اكثر منها غاديكا. يراد سكت منها غادي. اسمح لي ثلاثة ثواني. اي مسير. كلام اللي قلته الكل صحيح ولوجيك، فما حاجتين، الأولى أنه ريت الترجي أفورس أنه عمل لي زيفور معناتها ديفونسيف، وقت من الأوقات ولا الوداد دي سنتر من الأجناب. اي. وقت اللي ما كان في أول ماتش ما كانش سنتر. اي. معناتها هذاك الترجي ما ينجمش يقعد ماتش كامل يجري. بطبيعة الحال. ولا بروف البونتو جاء من سنتر. بطبيعة الحال. والكرة اللي على العارضة جات من سنتر. اللي قلته أنا معناتها ما نعكسكش في حد شيء. حاجة واحدة هذا كلف الترجي أنه يعمل إيفور أكثر في الترانزيسيون أوفونسيف. صحيح. طيب.
صحيح. دونك فيسع باش نختم، الترجي مطالب انه يرجع لل 4-2-3-1، يرجع للمسانده على الكولوار، يرجع خاصه بتسريع اللعب الريتم اللي شفناه مع مازنبي بتسريع اللعب، والترجي قادر انه يسجل اهداف لكن مع الاحتياط من فريق الوداد اللي راهو فريق المساحات وفريق قادر على احداث الفرق. هنا يردوا بال المسبيلونس خاصه على المستوى الدفاعي. اذا الاحتياط واجب بالنسبه للترجي الرياضي في مباراه العوده، مع تمنياتنا بالتوفيق لممثل الكره التونسيه في هذه البطولة، وبالتأكيد الحضور الجماهيري سيكون فاعل كالعادة لدعم اللاعبين وتشجيعهم من بداية اللقاء إلى آخر مباراة. ستكون صعبة بالتأكيد، لكن الترجي كما يقول المصار أدى وأدود.